السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الشيخ غادي نشوفوا الدرس 80 تالت من السيري أ. ألور هذا هو الحل ديالو، بروميير شوز أننا ميمكنش نفهمو الحل لما فهمناش شنا هي البي جي سي دي. بدا تكون ضروري تكونو عارفين شنا هي البي جي سي دي. البي جي سي دي هو القاسم المشترك الأكبر، باش تحسب واحد البي جي سي دي خصو يكون عندك جوج أعداد. ماشي غاتحسب بي جي سي دي ديال 16، كايناش هاد تحسب بي جي سي دي ديال 16 وشي عدد مثلا 4، ضروري خصك لو نومبر، لو نومبر عاد كتحسب لهم بي جي سي دي. اوكي اتفقنا. ارور كاين واحد المشكل، هو اننا البي جي سي دي شوية مريض باش تحسبو، يعني نوريك واحد الطريقة سهلة غادي تحسبو بيها. واحد الامر اخر، شنو هو البي جي سي دي؟ ما عليناش، المهم نوريك الطريقة هذه كيفاش غادي دير تحسب البي جي سي دي بواحد الطريقة سهلة. ميثود نوريها لك غادي تحسبها بسير بلاص. افترضوا اننا مثلا باغي نحسب البي جي سي دي ديال واحد العدد 112، نحسب البي جي سي 100 مثلا، ماشي 12 نديرو 15، يا 15 نحسبو البي جي سي دي ديالنا. بي جي سي دي أو شنو غادي ندير؟ هاد الميثود هادي بهاد الطريقة، غادي ديرها باش تجبد بي جي سي دي. حرفيا غادي تكتب الأرقام ديالك بين قوسين بحال هكا، تكتبهم. هادي منطقة سميتها أ، هاد المنطقة سميتها بي، غادي تجي لهنايا. والمنطقة بي غادي تعاود تكتب الرقم ديالها في المنطقة هادي، ترجع في ليطاب واحد، هادي ليطاب واحد، هادي ليطاب جوج. في طاب جوج المنطقة بي غادي ترجع تكتب هذا، يعني هذا كتجيب لنا هنا. فالمنطقة هادي شنو كتكتب؟ المنطقة هادي كتكتب الباقي ديال القسمة 100 على 15، يعني هادشي من 100 كتقسمها على 15، الباقي اللي كيبقى لك هنايا هو اللي غادي تحطو في المنطقة هادي. يا إلا قسمتي 100 على 15، 100 على 15 ماشي 5، على 15 شحال يبقى لك في الباقي؟ نديرها بالكالكيلاتريس. شحال تخرج؟ 6 × 15 يبقى لك 10، يبقى لك 10. كاينة ولا مكايناش؟ يعني 10 يبقى لك، 10 في الباقي. وي وي 10. ارور، هذه الخطوة الثانية. دابا ندوز الخطوة الثالثة، هي هذه كنكرروها. 10 كتجيبها في المنطقة، وكدير الباقي ديال 15 على 10. إلا شديتي 15 قسمتيها على 10 شحال يولي في الباقي؟ ماشي الخارج، الباقي. دابا إلا شديتي هذه القسمة مثلا على ب، هذا كيتسمى الخارج و كيتسمى الباقي. الباقي شحال؟ 10 على 15 على 10، كتبقى لك 5. ندوزو للمرحلة الرابعة، كتبقى غادي 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 تا لواحد النقطة نقولك شناهي فوقاش تحبس. تحط 5 هنايا، اش غادي تحط في المنطقة؟ 10 على 5 شحال؟ 10 على 5 إيكال جوج، والباقي شحال؟ 0. خد 0، لي تشوف هاد المنطقة ولات فيها 0، احبس ساليش الخدمة. هذا هو البي جي سي دي. 5 هو البي جي سي دي ديالك. هذه هي الطريقة باش تجبد البي جي سي دي بكل بساطة، وهذه هي أسهل طريقة. إلا جبتي طريقة أخرى شي شي حلو. يلا حيد نتأكد واش غرايم هي 5 ولا ماشي هي 5. كون درت واحد البروغرام كيحسب لي البي جي سي دي، نتأكد بيه أن 100 وهنايا 15، البي جي سي دي هو 5. تاير البروغرام صايب شو هنا، لا داعي انكم تفكروا ولا خصكم ديروا، المهم ديروا والو نتوما. دا الالغوريثم تاعكم البروغرام صايب شو هو بي جي سي، كي تحسب بي جي سي. لا علينا، هذا هو الشرح ديال بي جي سي دي. نشوفو كوريجي في الفيديو التالي ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.